سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم جيت نجاوب على بعض الاسئله تاعكم، يعني اللي تكررت بزاف، كنتو سقسيتوني يعني بزاف على الماده الاوليه. دونك الماده الاوليه كما كنتو تشوفوا يعني ماشي غير الصناعه التقليديه، هذه ماده الرافيه. هذا الرافيه الطبيعيه قلنا هي مستورده يعني من مدغشقر، وهذا ما يفسر الغلاء تاعها، يعني هما مادة قليلة جدا يعني على مستوى السوق الجزائري، يعني احنا نشريو كميات كبيرة هكذا باش نضمنوا يعني استمرار تاع الصناعة التقليدية تاعنا. فوالا قلتكم هايلك الملونات، يعني حتى الملونات الثمن تاعها غالي لأنها ملونات طبيعية. فوالا كيما كتشوفوا يعني خرجوا لي زارتيكل تاعنا، يعني المواد تاعنا تخرج بهاد الألوان اللي عجبتكم بزاف. فوالا دونك كيما كتشوفوا تقريبا عندنا اغلب الالوان، ونقدروا نديروا يعني مزيج بين هذه الالوان باش نقدروا يعني بين الالوان الاساسيه باش نخرجوا الوان اخرى، يعني هي متوفره اللي يحب يعني يتحصل عليها، ما عليه غير هي يراسلنا نلقاوها. كذلك دي بوتيت بوت كذلك تاع 100 غرام، لي بوت صغار، ونلقاوها على شكل 1 كيلوغرام. هذه اللون الطبيعي تاعها. فوالا وكاين يعني ماده اخرى راهي في السوق الجزائريه اللي غلطوا اليوم، يعني جيت نفهمكم باش ما تغلطوش بين كي نقولوا رافيه، هذه ثاني رافيه تلقاوها عند لي مارسوري مواد لوازم الخياطه، تلقاو فيها الوان مختلفه. هذه اللي نقدروا نستعملوها للحياكه ولا لو كروشي، باسكو هي خيط واحد يكون طويل يعني، وحتى هذه تتباع بالميزان. الفرق انه هذه ماشي رافيه طبيعيه، يعني بزاف اللي غلطوا، هذيك بابي يعني ورق يبرموها كيلويوه ويشكلوا منه هاد، يعني يكون الوزن تاعها خفيف، ما تاعنا يعني الطبيعيه عندها الوزن خفيف، ولكن كي نجيو نقارنوهم يعني حقيبه مخدومه بالرافيه الطبيعيه والرافيه هذه تاع الورق، يعني ما كاين فرق كبير يعني بين المنتجين. يعني هذاك منتج طبيعي 100%، قلت لكم احنا المنتج تاعنا نستعملوا فيها هاد الرافيه اللي راهي ملونه يعني بمواد طبيعيه، والقلب تاعها اللي هو الحلفه تاعنا اللي نقدروا كذلك نلونوها. فوالا كله يعني 100% المنتوج تاعنا راهو طبيعي 100%، يعني راهو منتوج صديق للبيئه. فوالا ايكو فريندلي. شفتوا هذا البروسيسيو هذا كامل قبل ما نبداو نخدمو، يعني قلت لكم تقدروا تخدموا بها في لا ديكو، في الارتيزانا، نخدموا بها الاحذيه، الحقائب، ولكن ماشي بالكروشي لان الخيوط تاعها غير متوسط. يعني عندنا احنا الطريقه تاعنا في الصناعه التقليديه اللي نعملوا بها الحقائب. فوالا دونك هي متوفره عندنا في الطبيعي ولا في الالوان. فوالا كما تقدروا يعني متوفره عندنا، كذلك كما تقدروا تستعملوها في الباكاجين، يعني الجماعه اللي يديروا لي برودوي دو تيغوار عندهم منتجات طبيعيه، يعني ننصحهم شوفوا هذيك النظره اللي يمدها الرافيه، يعني ماده طبيعيه، نحطوها في العلبه تاعنا، يعني الباكاجين تاعنا كامل شوفوا، سواء العلبه تاعنا تاع الكرتون ولا حتى لو تاغ تاعنا راهو كلش ناتشورال، يعني طبيعي 100%. هكذا نكونوا عندنا واحد الوعي هكذايا، ما نستعملوش هذيك مواد التغليف البلاستيكيه يعني باش ما ناذيوش البيئه تاعنا. فوالا، واذا كنتوا انتريسي يعني ما عليكم غير تتواصلوا معنا سواء في الانستغرام ولا رقم الهاتف تاعنا على الواتساب. مرحبا بكم.